صباح الخير حبيبتي. صباح الخير يا بابا. عوين يا نجا. عوين بدي اروح طبعا على جديد.
كل يوم بتطلع نفس الموعد ونفس الطريق، يعني بدك يقتلوك؟ خليها على الله ام خالد، الموضوع انتهى خلاص. شو بترسم؟ برسم حنظلة، شو رأيك؟ كيف انتهى الموضوع؟ وامبارح بس مهددينك على التليفون. يا مرة خليهم خايفين مني، ليش بدك تخوفيني منهم؟ على الأقل غير مواعيد خروجك. حاضر ماما، ما تخافي، من بكرة. بتحب أجي معك؟ ونترك البيت بدون رجال؟ سلام. مع السلامة. طمني أول ما بتوصل. إن شاء الله. ولدت حيث ولد المسيح بين طبرية والناصرة، في قرية الشجرة بالجليل الأعلى. أخرجونا من هناك وعمري 10 سنوات عام 48 إلى مخيم عين الحلوة بلبنان. أذكر هذه السنوات العشر أكثر مما أذكر بقية عمري. أعرف العشب والحجر والظل والنور هناك، لا تزال صورها ثابتة في محجر العين كأنها حفرت حفرا. أرسم، لا أكتب أحجبة، لا أحرق البخور، ولكنني فقط أرسم. إذا قيل إن ريشتي تشبه مبضع الجراح، أكون قد حققت ما حلمت طويلا بتحقيقه. كما أنني لست مهرجا ولست شاعر قبيلة، أي قبيلة، لست محايدا، أنا منحاز لمن هم تحت، لمن ينامون في مصر بين قبور الموتى، ولمن يخرجون من حوالي الخرطوم يمزقون بأيديهم سلاسلهم، ولمن يقرؤون كتاب الوطن بالمخيمات. أنا ناجي العلي، رسام الكاريكاتير العربي من فلسطين.
هات الوقت. خبر سيء يا شباب. خير؟ اغتالوا ناجي العلي بلندن. ناجي؟ ايه العلي؟ هلا خرجين؟ يلا لشوف. الله معك. احمد علي احمد. ايوه يلا. The bullet has injured the brain stem. It is advisable to move the patient to a bigger and a more equipped hospital. You have to wait and see if he's not in a coma. قتل ناجي مش اللي قوص. Please doctor, could you tell me frankly what exactly his case? We are waiting to see any lymph movement, which will prove that he is not in an aggreversal coma. Can't we do any surgery to give him? Not before we prove that he is still alive and not brain dead. ملعون ابو الانجليز عابو خيانه. وكاله الغوث ما صرفت بطاطين حتى هلا. قالوا هدنه يا ابو ناجي. شو معناها هدنه؟ خلاص ما في حرب، كلها جيوش ما قدرت على شويه صهاينه. يا عمي الانجليز، الانجليز وعصبه الامم. لازم ندخل لجوا ونحارب بايدينا. ما راح نقدر عليهم. بس اكيد الجيوش العربيه راح ترجع وتحارب، مو معقول تخلينا هيك بين السماء والارض. بتوسخها؟ انا ما بوسخها، انا برسم عليها. وكمان بترد؟ امشي ولا. شو فيك؟ بدهم يعملوا مدرسة. مدرسة؟ لمين؟ قلنا لسكان المخيم. ليش مش راجعين بيتنا؟ مش باي، بس انا تركت الكتب ودفاتري بالضيعة. اللي حصل لناجي، يا ما نبهته وقلت له لاجيب سيرته. كيف حاله هلا؟ دنيا غير دنيا، حدا عارف ان كان حي ولا ميت. ليش ما نقلته على مستشفى اكبر من هاي؟ دكاتره منتظرين وثبت انه بعده حي. شو
ناجي ناجي وداد ناجي حي ناجي حي لا تصيح. أين تجيب؟ أول ما سمعت الخبر جبل. بدي أدخل عندي ونسأل التعليمات منك زوجته حتى زوجته صحيح. بتظن إنه المثال هو اللي حاول يقتله؟ بعد أنت ويا بعد بعد سجل عندك سجل نقل ناجي العلي الى مستشفى شرين كروس المجهزه باحدث الالات والمعدات الطبيه وقد رفض الاطباء الذين يتولون رعايه ناجي التعليق على حالته الصحيه لكن التقارير الطبيه افادت ان جهازه العصبي سليم انه يستجيب للاوامر بتحريك اعضائه وان نبضه انتظم نسبيا ويمكن القول ان ناجي العلي قد اجتاز مرحلة الخطر وهلا دلعونا وهلا دلعونا موتوا من القهر يلي قهرتونا لا دلعونا هلا دلعونا طيب ابدا انت ابو منصور عم تراس وابعث ابو جابر تفتكر مين حاول قتله؟ ما زال التحقيق جاريا مش هيك بيقولوا كل مكان المجرم شي كبير ولك لسه بتسأل وكأنك منك عارف شو قصدك؟ يا ابو عبد ما هي باينه زي الشمس اي شمس ناجي ما ترك حدا بكل كركتين كان ابنتش كذا زعيم وكذا نظام ومع هاد بقول لك باينه زي الشمس الاذن يا جماعه قبل ما تعملوها عركه ويمثلوا فيها كم واحد اقول لك يا ابو عالي مين اللي هدد ناجي بالقتل؟ مين اللي طرده من الكويت؟ بقول الخبر انه البوليس الانجليزي قبض على عميل الموساد ومشتبه فيه انه هو اللي اغتال ناجي معنا تحوم معنا كيفين معنا كيفين معنا تحوم معنا كيفين 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 حق علي انا لما بيتها بالشرف امشي اطلعي برا حقت عليا يا ستهان دي مش مجنونه وعرفت زي عقلها انا اعملكم كلكم ولولا يا ستهان من المراه في جحا فاطمه امي نامي ونايمه ستك ابو ناجي نحن كنا زعلانين على ناجي وعارفين قديش كان صديقك لكن الاكل ما له دخل وبعدين احمد ربنا انه لسه حي أنا مش زعلان على ناجي أنا زعلان على حالنا وعلى اللي وصلنا له القصة مش قصة ناجي يا مرة قصتنا نحن لوين رايحين انا واقف فوق الاهرام وقدامي بفاتين الشمس
أنا واقف فوق الأهرة وقدامي بتديني الشام عشان وأنا لتراضي بيجي 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 مين صاحب الرسم؟ ناجي العلي. ناجي العلي. هيدي لوحتك؟ بلا. لوحتك معبرة، ممكن أخدها؟ ممكن بس بعد الحفلة. طبعا طبعا. وتصيح ما جابيت وتصيح ما جايبت أو جابت 12 ولا يد والشمس ما غيبت. ناجي خير؟ احزر ايش معاي؟ جريدي شايفة؟ احزر ايش فيها؟ اوعى تقول انها نصرت لي. فعلا وانا كنتك اتكسرت فيها. ابو لاهي خمس ناصر يتحدث. ايوه يا صالح. الامانة وصلت وتوزعت على الشباب. طيب فتحوا عليكم منيح وخلوني انا. يعني مصر تحكي بالسياسة؟ هاي مش سياسة، أنا بحكي عن وطن. هاي ناس وشغب. أنتوا عنا هون لازم تعرفوا إنه هالبلد له سياسة وقوانينه. بس إحنا كلنا عرب ولازم. بلا كلام فاضي وفلسفة. ما حكي الخربشات اللي بقى طعمي. اللي تسميها خربشات عمره ما بتسمعها. المرة الجاية حتمحيهم بلسانك. ارسم تاني ويبعوه وترسم تاني. هيدا قدرك يا ناجي. بدك تتعلم الرسم على اصوله يا ناجي. دراسه بدها مصاريف، سفر لبيروت او القاهره. خلينا ببيروت اقرب. من وين بدي اصرف؟ كيف بدي اعيش؟ تشتغل وتدرس ببيروت. بيروت؟ حتى ببيروت حنعيش بخير. اشكر ربك اللي سمح لنا صاحب الكراسي اننا ننصب الخيمه. ولا كنا ننام بالشارع. يا اخوي بحلم عيش بنايه مثل كل الناس. يا عمي والله ما في احلى من الخيمه والمخيم الا شيء واحد. فلسطين يا سليم. والله ما في احلى منها. فين فلسطين يا ناجي؟ صارت بعيدة. واحنا اللي بعدناه. هن اللي قتلوه. مين هن هدول الكلاب؟ صحت خليني بهمي، انا تعبانه كتير. ما فيك تقولي كلمه؟ طب اذا تعبانه لهالدرجه اكتبيها. بس قولي لي شو قال لك ناجي. يا سعاد صدقيني ناجي كلامه عام، ما قالش محدد.
بالعكس طول عمره ناجي كلامه واضح ومحدد وبيعرف مين هن اعدائه. مخالف القضيه كثير كبيره وناجي ما له شخصيه عاديه. يا اخت سعاد قضيه ناجي صارت بايد البوليس وبعده عم يحقق فيها. اي بوليس يا استاذ محمود؟ البوليس الانجليزي اللي بيعتبرنا كلياتنا ارهابيين. يلا يا ام خالد طالما اطمنا عليه وجودنا ما عاد يعمل له شيء. بالعكس بيعمل له كل شيء اذا بتقولوا يلي بتعرفوه. نحن كل شيء بنعرفه قلناه بمحضر البوليس. خلصنا. خلي السلاح صاحي 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 لو نامت الدنيا صاحي مع السلاح. حلو حلو والله يا ناجي. شو جميل ولماح انت ورسمك يا اخي. بس في شغل صغير تاني يا ابو هادي. وحده باثنين بدك تختارها، يا سجن يا اعدام. يعني ما راح تنشرها؟ كرمالك يا ناجي قد ما هي حلوه كثير بتزعل ناس كثير. يا عم انشرها وخليهم يزعلوا لا يتفلقوا. ما سمعت عبد الناصر لما طلب انسحاب القوات الدوليه من العقبه؟ الحرب حتشتعل. ما خليت لنا صاحب، كل يوم احتجاج، يوم سفاره، يوم وزاره، يوم زعيم. بس لو بتغير. ما بغير. راح انسم لك غيرها. ما سمعتوش الاخبار؟ خير يا وليد. اسرائيل اجتاحت سينا. لقد اصابت قوات العدو الاسرائيلي صباح الخامس من يونيو بغارات جويه على كل من مصر وسوريا والاردن. تبعتها بتقدم قوات المريه في سيناء وعظمه الجولان والضفه الغربيه، واشتبكت في معارك ضاريه مع القوات المصريه والسوريه والاردنيه، ولا تزال هذه المعارك مشتعله حتى هذه اللحظة. هذا وقد ألقى الرئيس جمال عبد الناصر بيانا هاما إليكم فيما يلي تسجيلا كاملا لهذا البيان. إنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. ناجي 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 ناجي. معقول يا ناجي انت جاي عشان تنام؟ الناس كلها فرحانه وزايطه. امسك يا راجل امسك. اللحم استوى. خذ يا ناجي. كل هدول اصحابك شو رايك؟ انهم مدرسين. اصحى يا ناجي هدول مدرسين قبل الظهر، وبعد الظهر كلهم رجال اعمال. اعمال ايه اعمال؟ لكن مثلك حامل السلم بالعرس. هاي محمود ركب سيارات. صحيح. شو رايك يا ناجي اعمل انا وياك شركه مقاولات؟ والله فكره يا ناجي، محمود شاطر والخليج كله مشاريع. شو قلت؟ شو قلت؟ ولا شيء.
فيلا دي ماركيا السر بإسبانيا جميل. أنا بدي غير هالسنة ورايح على تايلاند. مين بدي يروح معي على مصر لتقضية حرب الاستنزاف؟ لابد إنك بدك تاخذ معك مصور. ماشي، قديش الدينار اليوم؟ ما بعرف. ماشي، خلصت الرسم؟ لا. ليش؟ ماني قادر أرسم. تأخرنا على المطبعة. عن شو بدي أرسم؟ عن مربية ولا تايلاند ولا عن المصيبة اللي احنا فيها. ملعون أبو الرسم من الكتابة. من بكرة رح أشوف لي شغلة تانية. وليش داير دخل الناس؟ من يوم ما خرج من فلسطين وهو عم بيطلع عليها، وعشان الناس دايره ظهرها لفلسطين صار بيتهيألك انه داير ظهره للناس. فكرة عظيمة، بس لازم نشرحها للقارئ. عزيزي القارئ، اسمح لي اقدم لك نفسي. اسمي حنظلة، اسم ابوي مش ضروري، أمي اسمها نكبة، نملة رجلي ما بعرف لأني دايما خافي. جنسيتي أنا مش فلسطيني، مش كويتي، مش لبناني، مش مصري، محسوبك إنسان عربي وبس. التقيت صدفة بالرسام ناجي كاره شغله لأنه مش عارف يرسم، وشرح لي السبب. كل ما بيرسم يا بيحتاج زعيم يا وزارة يا سفارة، وقال لي ناوي يشوف شغلة غير هالشغلة. بعد ما طيبت خاطره وعرفته عن نفسي قلت له أنا مستعد أرسم عنه كاريكاتير كل يوم، وفهمته إني ما بخاف من حدا غير الله، واللي بده يزعل يروح يبلط البحر. ألو ناجي، ناجي، أنا أبو أحمد، كيف حالك؟ إيه عم بحكي من بيروت. ألو ناجي، شو عم تعمل عندك يا صاحبي؟ بيروت اشتقت لك، محتاجينك معنا بالسفير. لا لا كتير، اسبوع واحد بيكفيك، ناطرينك. ماشي، صباح الخير يا شباب. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. كيف صحتك؟ اشتقت لكم. شو هذا كله؟ صار عندنا جريدة إلنا نحن ما حدا شاركنا فيها؟ صحيح يا أبو خالد. شو محمد؟ بدنا نفضح كل ولاد الكلب. هذه شغلتك يا أخوي. وإني لا صاحبها. تفضل أبو أحمد. كيفك مبلش فيني مبين؟ ولو مسرت رئيس؟ أي رئيس؟ رئيس تحرير. اها. لا حول ولا قوة الا بالله. الله وكيلك، اليوم نفس الشيء. في اخبار انه اسرائيل بتستعد لتحتل لبنان. غبية، شو فيها تسوي اكتر من هيك؟ انا بعرف انه ناجي ما بيقدر يستغني عن بيروت، هون بيقدر يحكي ويرسم وينتقد. بدك استراحة؟ هناك ما كان عليه خطر، بس هون الله يحمين. شو تقصد؟ ولا شيء، بس انا خايف
ما بعرف ليش. أيوة سامر يا أخي، صلي ساعة بحاول أتصل فيكم. لا ناجي حالته أفضل. سامر طب عندك بسرعة. رفض الأطباء الإنجليز عرض طبيب سوفيتي لمرافقة ناجي العلي أثناء العلاج، وقد أبلغوه الرفض بدون إبداء الأسباب. طيب مع السلامة. أهلين سعاد. غسان شو جابك؟ كنت مستنيكي تخلص. شو عرفك إني هون؟ من امبارح أنا وراكي من المستشفى على الأوتيل، من الأوتيل على المستشفى. ليش لهلحتى حكيت؟ صراحة كنت متردد وخايف. هلا حتى شجعت. فين أعزمك على الغداء؟ لسا بكير على الغداء. طيب على فنجان قهوة. مالي فاضل. ولو خطيبك السابق بيطلع له فنجان قهوة؟ شوف غسان، بدون لف ودوران، اللي شو بدك وخلصني. إذا كان بدك تعرفي لازم نقعد ونحكي. خير. 30,000 فرنك فرنسي كل شهر، وبيت وسيارة. وين؟ عند أوناسيس؟ عم بحكي جد، شغل بمجلة بتصدر بباريس. لا تكون قايلهم حسنان هيك اللي جاي، قلي شو قصدك وخلصني. بصراحة بدي ابعدك عن موضوع ناجي العلي. غسان قلي مين اللي بعتك؟ قلبي. وقديش دفع لك قلبك؟ أنا بعدني بحبك يا سعاد، ولازم ابعدك عن هذا الخطر. أنت عم تنتحري. ناجي ميت، ميت. حتى لو طلع من المستشفى رح يموت. لا. On him yet. Why did you refuse the supervision of the Russian doctor? What exactly do you want to do with him? Take her out. She's crazy. مرحبا شباب. اهلين سعاد. طوايف قامت على بعضها والمتاريس بالشوارع وبلش القتل على الهوية. ما محتاجة اسرائيل تتدخل. ولأنت حنظلة رح يضل داير وشه وشابك ايديه ورا ظهره وواقف يتفرج. مين الاخت؟ اخت سعاد محررة الشؤون السياسية. ما تشرفت بالاسم قبل هلا. انا بعرفك وبعرف رسوماتك يا اخي، اعتبرني قارئة وعم بسألك. حنظلة امتى رح يشارك ويتحرك؟ انت بدك تتعاركي وخلاص. انا ما بدي اتعارك، انا بتناقش. حنظلة حارس على فلسطين، ما بيخاف ولا بيجامل. ما بيكبر. خرج من فلسطين وعمره 10 سنين، بس بيرجع بيرجع يكبر. برات فلسطين العمر مش محسوب. والرحويات لأخي شكل رجال. هدول رمز لقيادات عربية وفلسطينية. طيب إسرائيل ليش ما بتركز عليها كتير؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، مش القرآن بيقول هيك؟ أنا بعد القوة بكشف الضعف العربي. نحن لا يمكن نواجه عدونا الأساسي إلا إذا صرنا أقوياء. الصدفة الحلوة. أهلين غسان. اتصلت فيك شي 100 مرة على الجريدة ما قدرت أحكيك. ما في لزوم تعذب حالك، الموضوع انتهى، انسى. مين الأستاذ اللي معي؟ إبراهيم جمعة المصمودي. وسعادتك غسان كمان المصمودي؟ مين الأستاذ؟ مناضل سابق، صحفي سابق، شاعر سابق، تاجر سلاح حالي. شاطر. لازم أخذ السيرفيس تبع الصيدا. أنت كل يوم بتروح على صيدا؟ أنا ساكن هنيك. بس أنا اليوم عزمتك على عيد زواج أبو الفوارس. أبو الفوارس؟ أبو الفوارس مو غيره؟ ليش في غيره؟ أنا فلاح وبالحفلات الرسمية بصير فرشة. معلش، يمكن تطلع لك بشكل كاريكاتير. ماشي، أوكي. صيدا. بطل. أمامين، أمامين. هاي رسالينا. هاي ناجي. نتقابل اليوم. لا تنسى الساعة 8 بالمكتب.
بفلسطين، وبما أن الصهاينة اغتصبوها فأنا ولكاية بهم قد أقمت بيارتي الجديدة هنا في الطابق العاشر لأثبت لهم أن القضية مستمرة وأن فلسطين باقية. لا بالروح والدم نبديك يا فلسطين. الكلب اللي بينتزع شجر من أرضه كيف بده يرجع شعب الأرض؟ من قوة. الله برافو عليك، تعست ببطنة. طيب شوفي هذه كمان. تعرف ناجي، انت لازم تعمل معرض لرسوماتك وتتعب كتاب. لازم معارض وكتب. امبارح مجموعة من رفقاتنا شافونا ونحن بالحفلة. مالهم؟ فكروك البيوترون تبعي. بهالشيبة؟ ناجي انت شاب اكثر من الشباب. ما بدك تاكلي؟ ما انا جاي مش عن ازمك على غدا.
انت تعزميني وانا بدفع. نفوت على ابو احمد نعطيه الرسوم وننزل. مره واحد من خمسه اتزوج على مراته طلعت هي. اقعد يا ناجي. معلش انا مستعجل. اسمع يا ابو خالد، ابو الفوارس مثل ما انت عارف شخصيه مهمه ونافذه، احتج واشتكى من اللي عملته بالحفله، مش ضروري تفوت بالقزاز. ابو احمد لو كنت معي في الحفله وشفت اللي شفته كنت عملت اكتر من اللي عملته، شيء ما تصوره عقل. بعرف يا ناجي بس انا خايف عليك. بدك تنشرها ولا لا؟ وبنشر ابوها كمان. طب تعال نتغدى سوا. والعزيمه على مين؟ العزيمه عليك والدفع عليا. موافق، اصبقني وانا لاحقك. ناطرينك ابو احمد. يا شباب نفس موعد السبع وستين. أبلغ بس يا ترى شو أخبار جنين؟ كيف يا ابو وليد؟ ما حدا له كيف، امسك الليله هاي غير كل الليل. ما تخافي.
معاك ولعه. انت ليش بردت المنشأ؟ اشمعنى انت؟ قول لي. هي الجيوش العربية مش هتيجي؟ الجيوش العربية مش فاضية. ليه؟ بيحاربوا في حتة تانية؟ معاك ولع بس ما تولعش هلا. ليه؟ عشان الطيارات؟ لا ما تخافش، انا هشربها لجوه. شوف ازاي؟ مالك؟ ما هو تاخد سيجارة بقى؟ لا. تفتكر الصهاينة هيدخلوا الليلة دي؟ ما بعرف. يعني ايه ما بعرف؟ بيقول انهم دخلوا سور النبطية. ما سمعتش عن حاجة زي كده؟ لا. الوقت انت مش عايز تتكلم وانا عايز اتكلم، ايه الحل بقى؟ الحل انك تسيبني في حالي يا اخي. صار لك شيء؟ اف 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 لا مش هتحكي بقى؟ عن ايه؟ يعني هتحكي عن العشاء يا خي. مالك؟ ما هو احكي عن الكارثه اللي احنا فيها دي. ليه الدول العربيه ما اتدخلتش لغايه دلوقتي؟ بنت الداية بتعرفها؟ ها ام سمير هيدي هي. عارف ولدت المعلم بنت المعلم الشهر اللي فات. وين مكانها؟ هنا. كانت هنا من ساعة بس. اروح على بيروت، امن لي طريقة. الاسرائيلية احتلوا تلال عرمون، وهلا في معارك حامية بالدمور، يعني الطريق كله مقطوح. أكيد في طريقة. أبداً مفيش. لكن كيف يهرب قائد المقاومة لبيروت؟ ما بعرف بس لازم تسمعني. بدك تقعد في المجع مثل النسوان والعجايز. أنا ما بعرف أقاتل. أنا بعرف أرسم. يا ناجي يا صاحبي، نحن مقاتلين، بنحارب بنستشهد مش مهم، في مثلنا كثير. بس أنت مفيش منك إلا واحد. اسمع. ارسم أنت هون. وانا بأمن لك مقاتلين يوصلوا لك الكاريكاتير على الجريدة، شو رأيك؟ متولى
عافيهون يا أحد العيس خذ روحي وخليهون أهون علي يمين. صارت لا بتسمع ولا بتشوف لكن من هز الطيارات الصعايب. كيفك كيفك فاطمة؟ تسمع اللي بدها تسمع واللي ما بيعجبها ما بتسمعه. سلم لي على أمي وعلى الحمل الجميل. والله الحرب علمتنا حاجات كتيرة يا ناجي. ولغاية إمتى بنقدر نقاوم؟ طول ما في ار بي جي ما بيقدروا يدخلوا الخيم. أشرف عطى الدبابة. العملية بسيطة، دباباتهم قدامك وسلاحك بإيدك، يا قاتل يا مقتول، ما فيش حل ثالث. بدي أقول لك حاجة يا أستاذ ناجي، الصهاينة بدهم يمسحوا من الوجود شيء اسمه مخيمات، بس ما راح نتركهم. بالنهار بالليل ما عرفوش يدخلوه، حيجربوا بالنهار. أكيد الكسف حجزوا عن خالته بالضيعة. نداء 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 يا أهالي صيدا، المخربين انهزموا واستسلموا، على جميع الأهالي الخروج من بيوتهم. كل واحد يحمل راية بيضة، ومن لم يمتثل للأوامر سيعاقب بشدة. يا أهالي صيدا.
الفايدة استسلموا المقاومة انتهت. المقاومة انتهت. المقاومة انتهت. بلا نستسلم. اكفوها لحقتك يا واطي. بلا نستسلم. مش قادر. أبو فادي استحمل قربنا نوصل. مش قادر. اوعي تتركيني هون. الله يخليكم يا شباب احملوه. الله يوفقكم احملوه. ايه احملوه. احملوني. افتكر ان الوقت فات. انت شو بتعمل هون؟ بقلب عيش. ها الوقت فات على ايش؟ على انهم يتنيلوا على عينهم وييجوا. بقى بطل تحلم وتعال نقعد. مالك؟ ما ابو فادي اصحى ابو فادي. خلاص هلا منروح ابو فادي. الله يخليك استنى شوي. خلاص تنبيه للجميع، الكل يروح بيته، وبكره الصبح تتجمع الرجاله من سن 12 حتى سن 80. لا يتاخر احد، ومن يتأخر لن يحصل على تصاريح السير، ولن نسمح لأحد بالتجول بدون هذه التصاريح. من 12 سنة حتى سن 80 الرجال فقط، فلسطينيين ولبنانيين.
ابي ولدي ساعدني الله يخليك احمله معي. يا بني بطل في صمت الله يخليك، بدي ادفنه بمقبرة الاسراء، ساعدني. جامعي ارحموا سيدتي، انا بالثمانين. ليش هيك ما دمت بالثمانين؟ بعيني ستشهر وتكملهم، مجدي قالت لي روح احسن ما يأذونا، وانا بحاجة للتصريح. لو انك قادر تسند على ركبك اجلس. ما تخاف، اجلس خالد. اجلس. حتى في الصلاة انا بأدي فروضي وانا جالس. بابا شوف مين هيدول؟ هيدول المقنعين ناس منا وبيرشدوا على اللي كانوا مشتركين بالمقاومة الفلسطينية واللبنانية. يا لطيف منا؟ الأول كانوا بينادوا على الناس، عرفوهم من صوتهم، قتلوهم، وهلا بأشروا بإيديهم بس. اللهم لا أسألك رد القضاء، اللهم لا أسألك رد القضاء، اللهم لا أسألك رد القضاء، اللهم لا أسألك رد القضاء. الموت قريب، الموت قريب، من مات فات ومن عاش فات. أيها الناس يشرح لنا على ناس تيجي خلاص، ما حدش فيه وقت، لازم تيجي تدوس العربية عهدير البوسطة. كانت نقلتنا من ضيعة حملايا على ضيعة تنوري. عهدير البوسطة كانت نقلتنا. هتيجي تدوس العربية، هتيجي وهتمسحكم مسح يا ولاد الكلب. تنبيه للجميع، كل واحد عنده 50 سنة يمشي، كل واحد عنده 50 سنة يمشي. انت اختيار، روح مني اختيار. يلا روح، شو بدنا فيك؟ روح بابا روح. ما تخاف علي، انا مش طفل. كيف وصلت من صيدا؟ هدول جابتهم بنت من المقاومة الفلسطينية امبارح، اما تسلمهم للإخراج يحطوهم بصدر الصفحة الأخيرة. ما قلت لك أنت بده يجي؟ هدول بعتوا سليم. ليه سليم؟ ايه هذا فيهم لناجي. اهدوا عنا، اهدوا عنا، اهدوا عنا،
فوتي معظم احداث جنوب غصب عنهم. بتسمعي بدلك هلا يا ايديهم في اخر لحظه بطي ده زنفتر كل خدوه نص هيك بزايد السكيدر ده كنز يا ناجي كنز كل حاجه هنا انسينز ناو اي هاف تو جو في امريكا من خارج افضل يو هاف يور لانش اي كانت لازم انزل بيروت حالا مفيش وقت اي هاف مي داي لكن كل الطرقات مقطوعه ما تخافيش عليا لازم ارسل الصور هاي للجريده اروح معاك لوين يا ناجي عبيروت كيف بتروح والطرقات مقطوعه انت عارف انك مطلوب من الاسرائيليين شكون ربك انه نعرفوك بالساحه مكاني ابو شهيده مو هون على الحوالي زهوري من مساعد الزلمه وانا والولاد انت قويه ما يتخاف عليك القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا 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 أمشي ريما جبتي أخبار جديدة؟ نسوان بن نبطية وصورة عم يصب الزيت المغلي على القوات الإسرائيلية بخلد جهنم المقاومة اللبنانية والفلسطينية النار والمكان مش معقول كمية القصص المرمية بالشوارع وين هالكتاب يكتبوا والله ملاحم ملاحم حقيقية أخبار أخبار كمان يا ريما عندي خبر سيء شو؟ ناجي العالي ماله مسك بالدمور وهو عم بيحاول يدخل بيروت مين اللي مسكه؟ إسرائيلي بيقولوا انه شو في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي وانا امشي وانا امشي مات مستحيل اكثر من واحد اكد الخبر لا حول ولا قوة الا بالله الرسومات اللي بعتها اخر الشيء كانت رسالة وداع خصصوا صفحة لاهم الكاريكاتورات اللي رسمها صفحة للي بدي يكتب عنهم بالزملاء وأنا رح أناي بالصفحة الأولى بس بسم الله الرحمن الرحيم شو يا أخو شليل ليش تسمرت هيك كأن بيروتين واحدة ضاوية والتانية معتمة شو هيدا؟ هي تورتة بمناسبة قيام نجم الأموات معلش محلات مسكرة أنا اللي عملتها والله هيني أنت بتظهري مواهب ما كنت بحسبان أبدا يا سعاد ماني عارف كيف بدي أشكرك تاكل منك ولا كأنه في حصار هيدا سحر بيروت الحياة مستمرة والموت عم يحصد البشر بكفيكم غزل ببيروت وطمنوني كيف طعمت التورتة يا اخوان اكد موت ناجي عم افرد دموش شو هي اللي معك؟ هيدي قصيدة رسالة كتبتها لناجي بدي انشرها يا ابو احمد فيك تقرا عنا يا ابو ياسر ناجي لا اله الا الله لا اله الا الله
البنت؟ هاي البنت لبنانية بتحب عابد، شوف فلسطيني من المقاومة. حاجتك مغامرة يا لينا. شوارع خطر وهي آخر مرة تيجي لهون. شو أنت أرجع مني؟ بدي دمي أجي وجيب لك الفطور. صباح الخير. أهلا أستاذ ناجي، كيفك سعاد؟ ما لكم حق أبدا تتجولوا بالشوارع، ما حدا بيعرف أمتى تبلش الغارات. تنصحنا ما نتجول؟ بلاقي معكم هالبنت الحلوة؟ هاي خطيبتي لينا. يسلموا لي هالديال. بس أهلها مش وافقين على الخطبة. ليش؟ قال أنا مسلم وهي مسيحية. بعدين هيوافقوا. طمني. في شي بالبحر؟ اليوم الفجر في ثلاث قوارب حاولت تتقدم بس ما خليناها. الله يحميكم. استاذ انت ما بتخاف؟ من مين؟ من هدول الناس تخان اللي بتضحكنا عليهم. انت عارفاهم يبقوا مين؟ ايه طبعا بعرفهم منيح. هدول الجبنة يا لينا، لو ما كانوا جبنة ما كانوا خانوا بلدهم. بدك اخاف من جبن؟ والمواطنون، رغم ما يلي، قامت قواتنا بإسقاط إحدى الطائرات الإسرائيلية المغيرة من تراس فانتوم، وقامت جماهيرنا الصامدة بإلقاء القبض على طياريها، وإنها لثورة حتى النصر.
حصار دام أكثر من شهرين للعاصمة بيروت، قام خلالها فيليب حبيب بسلسلة من المفاوضات لوقف إطلاق النار وإخراج القوى الفلسطينية التي رأت أن بقائها في العاصمة سيهدد ما تبقى من حياة وبشر نتيجة القصف البربري الغاشم الذي لم يهدأ يوما. لذلك تم الاتفاق على خروج القوى الفلسطينية مع قياداتها بعد أن استبسلت إلى جانب القوى الوطنية اللبنانية في الدفاع عن العاصمة بيروت. ناري شو عملت بإيدك؟ بس هذا اللي صار؟ حياتك بيروت لوحدك دعاني كل بيروت دعاني حدا عينك عم تنجو 20 يوم قتال عنيف مئات الشهداء وآلاف الجرحى والسد مقتول المقاومة مخوصه يا ماشي بيروت بعد الكاب عم بينا اننا نتفكى ونهرب يفوتوا صغيرنا يفوتوا بس يبقى كلنا جوا ناري لسه ما خلصوا علينا بعدنا مقاوم وراح نقاوم جميع التزم بوقف النار بشاد خذ الجماعة وروح اكتبوا الأماكن اللي بدكم تروحوا لها والله ما حدا عارف وين بده يروح آخر شاب مش معقول كلنا حزنين خلوا حزنكم بقلوبكم وقولوا ما تكون تروحوا كل واحد يختار بلد المراكب وصلت وأول مركب بده يتحرك بكرة الصبح وين بتروح؟ اليمن الشمالي ولا الجنوبي؟ ولا لك خليها تونس من فلسطين للأردن من أردن للبنان ومن لبنان لوين يا حنظلة Thank you.
هون الشعوب بعمرها ما تموت. المقاومة بدها تستمر. وصلنا؟ ايه يوم بكره راح نشوف. ايه يا فاميول خلينا نمشي بلا ما نشوف هالمنظر المقرف. ايه يا بنات يا خدي يا معا قديش بتريد؟ 300 ليرة. ما معنى ندفع بالليرة، معنى الشيكل. نحنا ما بنقبض بالشيكل، ما بنقبض إلا بالليرة اللبناني. ما بنريد ندفع لبناني، رح تاخد شيكل. شيكل ما رح ياخد. ولا كيف بتدفع وانت ضيوفنا؟ الحساب عندي. ما قلت لك انه المقاومة بدها تستمر؟ هاي اللي ناجي جميل ومرير وقاسم. انا اقسمت ابو احمد لو خرجت من حرب لبنان حي لافضح كل هالواقع العربي على الحيطان لو ما لقيت جريدة تنشر لي. مش رح اخلوك يا ناجي، من ايام ما مسكوا البلد والرقابة على الصحف عم تزيد يوم عن يوم. كل اللوحات مرفوضة؟ حاولت كثير معهم ما في فايدة. القصة ما هي قصة رسومات، حتى تصريح الإقامة رافضين يجددوه. ماشي مالك يا ناجي؟ لازم نسي بيروت، لبنان كله. ونروح لوين؟ الكويت. هلا ابو خالد، هلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابو محمد، كيفك؟ أنا حزين يا راجل، تعال قابل زمايلك. الله يخليك ابو محمد مشلل. هم عارفين انك جاي وبدهم يقابلوك اليوم. بس انا ما بدي اقابل حدا، بعدين. لا بعدين ولا قبلين، انت هنا بين اسرتك واخواتك، يلا.
ماشي كرمالي، الراجل جاي مخصوص حتى يشوفك. بيهددوني بالقتل مش جايين يشوفوني؟ ما راح اشوفه. يا ناجي كلنا مقادرين موقفك ونحن معك، لكن في ازمه وعم تكبر والسبب بهالازمه رسوماتك. يعني اذا اشوفه حبطلاتهم؟ مش القصد، حاولوا تتفاهموا بس. نتفاهم كيف؟ بدكم الحس بالوهم وانسى الحقيقه. اتفاق معنا ان انت فلسطيني يا وليد. ليش تفهمني غلط؟ ارسم مثل ما بدك لكن من غير استفزاز يا اخي. اذا ما فارقه معك نفسك فكر بمرتك واولادك. وداد اتركينا لوحدنا. بدي ارجع على لبنان. شو هو المطلوب يا وليد؟ نتعشى عندي وتتكلموا مع بعض من غير عصبية. حاضر. ارجوك يا ناجي كرمالك وكرمال أسرتك سيطر على نفسك بالعشاء. حاضر. عجبك يا ناجي. تسلم الايادي. تمام من زمان ما اكلنا من مثل هالاكل الطيب. ما بدك تعطيني سيجاره؟ انت ناسي انه كنا اصحاب؟ بنفسك قلتها. كنا. ما فينا نرجع؟ عايزنا نرجع زي الزمان؟ قول لي الزمان يرجع يا زمان. الله يرحمك يا ست. الو. اهلا وداد. ايه ايه موجود. وداد يا ناجي. سلم لي عليا يا وحيده. ايه ماما؟ لا لسه لسه. حاضر ماما. حاضر. سلامة. كنا بنقول ايه؟ احنا لسه ما قلناش يا ناجي. كلي اذان. انت عارف طبعا قديش انا بحبك وبحترمك وبعتز فيك كانسان وكفنان، لكن خليني اقول لك بصراحة، بالايام الاخيرة انت زودت العيار حبتين، وخصوصا ان القضية بتمر بمرحلة دقيقة يا اخي. اي قضية؟ ناجي انا بتكلم جد. انا كمان بتكلم جد. اي قضية تقصد؟ احنا ما عندناش غير قضية واحدة، قضية وطننا يا اخي. وهلا وصلت على قديكم لغاية وين؟ لا تلكسيني يا ليلى، لا تلكسيني. سيبيني اتكلم. سيبيه يتكلم يا ليلى. يا عمي انا راجل غلبان، كل اللي بملكه ورقة بيضة وريشة. سيبوني ارسم. ما بدكم ارسم؟ بالعكس، بدنا اياك ترسم وتكتب كمان اذا بتحب. لكن ايوه دايما لكن. لازم تعرف يا ناجي انه احنا عم نشتغل بظروف صعبه، تفرض علينا مسؤوليات كبيره وخطط استراتيجيه كمان يمكن مش واضحه لك بالشكل الكافي. وهي اللي مطلوب مني شيء بسيط في اعتقادي انه قومي وضروري بالمرحله هاي. شو هو؟ قليل من الانضباط يا اخي. اعدائنا بيستغلوا رسوماتك. احنا عارفين انك فنان، والفنان من غير حريه ولا شيء، انما للحريه حدود. شو قصدك بالحدود؟ نعدك للأوضاع الداخلية يا أخي. خلافاتنا ومشاكلنا لازم تضل جوا البيت. أي بيت؟ هاي العبارة العجيبة اللي اخترعتوها حتى تمرروا كل اللي بدكم تمرروه من غير ما حدا يناقش أو يعترض. خليني أقول لك حاجة يا صاحبي. هالبيت لما دخلوا الشمس والنور
هتعشش فيه العناكب والخفافيش ويتحول لمقبره انتوا حراسها. فيك تقول انتم ليش ما بتتحملوا النقل؟ الحريه حلوه. والله 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 ما بترجع فلسطين من غير حريه. وين بدك تروح يا ناجي؟ والله وطننا العربي كبير يا اخي. كبير وممتد. انت ممكن تروح لندن وترسم في القوس الدولية. بس هو بلندن مش راح يكون محمي. وفين بدي اكون محمي يا ليلى؟ ما في مكان في الوطن العربي تقدر تروحه وتكون امن ومحمي غير هنا. وهنا ممكن ارسم بحريتي؟ ما اعرف. العمل ما في غير لندن تستحملني وتستحمل جنوني. بلندن ما حتكون محمي. فكرك انكم محميين هون ولا باي مكان من وطننا العربي من المحيط السائر الى الخليج الهادر؟ ابو محمد هروح لندن. في القلب هيك قالوا الاطباء. ام خالد ام خالد لازم تتماسكي، لازم نحمد ربنا اللي الله خلصه من عذابه. لازم نقرر وين بدنا ندفن الجثه. عين الحلوه طبعا. شو؟ أخشى أن يكون دفنه بعين الحلوة مستحيل. وصيته يندفن بعين الحلوة، وصيته لازم تتنفذ. سعاد شو دخلي؟ خلي مرته تقرر. مو أنت شو دخلك؟ أنا صديق محمود، يعني صديق العيلة، وبالتالي إذا أنا خايف مثل كل العاقلين اللي خايفين. والعاقلين شو خايفين؟ لو نجي ندفن بعين الحلوة جنازته رح تنقلب ثورة ورح يروح فيها ناس كتير. حتى هو ميت مخوفكم؟ أفكاري ألتقطها من أحاسيس الناس، ولا أذكر أنني تلقيت يوما نقدا حول رسومي من فئات شعبية. أعلم أنني سأواصل الطريق، فأنا على موعد هناك بعيدا ولن أخلفه. سنلتقي ذات يوم حاملين صورة الوطن في العيون، وسندق ساري علم فلسطين في تراب الوطن، وسنستمر. Thank you.